صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير على جميع المشاهدين. كل سنة وحضراتكم بألف خير. دار الإفتاء أعلنت بأن النهاردة المتمم من الشهر الكريم، النهاردة آخر يوم في شهر رمضان المبارك. ربنا يتقبل منا كلنا صالح الأعمال والصلاة والصيام والدعوات. بكرة إن شاء الله أول أيام عيد الفطر المبارك، ربنا يجعلها أيام خير وبركة وفرح، ويعيدها عليكم على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كل سنة طيب يا مصطفى. وانت طيبة، كل سنة وكل عمال مصر طيبين. النهاردة كمان مش وقفة عيد الفطر بس، النهاردة أيضا عيد العمال الأول من مايو. وخليني أقول إن أنا يعني متفائل جدا بأن التوصيات اللي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فندق الماسة أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية كانت بتتضمن عدد كبير جدا من التوصيات المهمة بتوطين الصناعة المصرية. يا رب يعني يبقى تزامن يوم الوقفة مع عيد العمال بشرة خير لكل عمال مصر وكل الصناعة المصرية، وتكون يعني حاجة جديدة. النهاردة يوم الوقفة زي ما قلنا، أعتقد أن اليوم ده هيكون أو بيكون ليه ذكريات جميلة مع الكل، خاصة الأطفال اللي بيستعدوا دلوقتي. كل واحد من الأطفال دول بيجهز لبس العيد، كل واحد عنده خطة لبكرة محددها من دلوقتي، هياخد عيدية قد إيه وهيخرج فين وإيه اللعبة اللي عامل حسابه وإنه يشتريها. أجمل أيام بالنسبة لنا في ذكرياتنا، وأجمل أجمل أيضا ذكريات بالنسبة للأطفال في هذه الأيام. ده حقيقي، يعني فرحة الكبار بتبقى يعني بتيجي كده من فرحة الأطفال، هم اللي بيملوا البيت بالبهجة واللعب طبعا، ده غير الزينة والبلالين اللي تلاقي العيلة كلها بتتجمع، وبيكون يوم جميل وسط لمة العيلة. كمان يا مصطفى بنشوف المساجد دلوقتي بقت بتعمل بتجيب لعب، في ناس بتجيب لعب والبلالين، بقت أجواء في الحقيقة نستناها من العيد للعيد. ده حقيقي جدا، احنا كمان ككبار بنفرح مع الأطفال، فرحة العيد بتبقى جميلة جدا. صلاة العيد دي يعني بالنسبة لناس كتير يعني هي العيد، هي البهجة الحقيقية اللي بترسم الابتسامة على وشوش كل أفراد الأسرة المصرية. ربنا يديم على حضراتكم الأعياد دايما عقبال سنين كتيرة قوي مليانة هنا وسرور وسعادة. أمين يا رب العالمين. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. صباح الخير.